مرحبا، بفيديو اليوم رح نحكي عن طريقة كيف ممكن أعمل أرقام متسلسلة من 1 لـ100 لـ1000 لمليون بطريقة مختصرة جدا في برنامج إكسل. بروح على الخلية هاي، تمام، وبكتب رقم 1، بعدين بكبس Alt H F I S، أوكي. بعدين عندي هون الفاليو 1، وبحط القيمة مثلا أنا بدي إياها لـ100، أوكي، وبختار إنه السيريز يكون على الكولوم، اوكي. بعدين بكبس اوكي، شوف مع بعض الارقام من 1 إلى 100، وبهيك احنا وصلنا الى نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت نعمل لايك وندعم القناة بالضغط على زر سبسكرايب. Have a nice day. سلام.